أكدت مريم العوضي إحدى المتطوعات في فريق البحرين خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي في برنامج مجتمع واعي أن التطوع هو عمل بسيط يقدم للوطن خلال هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. يعني الفترة اللي مرينا فيها خاصة بداية الجائحة كانت فترة وايد صعبة علينا كلنا، وكان أكثر شيء ممكن أن احنا نقدمه أن احنا نقعد في البيت وما نسوي شيء. فلما تنفتح فرصة مثل هذه وتنسحنا للفرصة أن احنا نكون جزء من فريق عظيم كلنا يعني نفتخر فيه ويعني نطمح أن نكون جزء من هالفريق، أكيد أن بنلقى الآلاف من البحرينيين والشباب يقدمون على التقديم ويقدمون على أنهم يكونون جزء من فريق البحرين. فاللي دفعني شعوري بالمساهمة الوطنية، كنت أبي أكون جزء من ذي الفريق وأساهم وأساعد ولو بأقل شيء أو أي شيء أقدر أني أساهم فيه. فهاي اللي يعني دفعني أني أشارك وأقدم أني أكون متطوعة. إحنا خلال هذه الفترة الصعبة اللي مرينا فيها واللي ما زلنا قاعد نمر فيها وإن شاء الله بتقضي قريب، العطاء فيها يكون أكبر وقيمته أكبر من الفترة والأيام العادية. فلازم دائماً نعطي ونساعد بدون ما أحد يطلب منا المساعدة والعطاء. نحتاج الشعور بالعطاء أكثر من ما نحتاج إن إحنا نعم. فلا تبخلون على نفسكم بالعطاء، أعطوا وساعدوا ساهموا، وهاي كلها إن شاء الله راح منا ولنا ونبني في ديرتنا إن شاء الله.